ولكن دعني أنقل لك ما يتناقله المواطنون الكرام، وأنت أحد المواطنين في السودان. يعني سعيدين أن يكون هناك خبراء في الاقتصاد، سعيدين أن يكون هناك من يحلل هذه النقطة، سعيدين أن يكون هناك من يضع بعض النقاط التي تخرجنا من هذه الأزمة. ولكن بصراحة مسألة أن هناك حروب، مسألة أن هناك أسباب ودواعي لأن تجعل ارتفاع الأسعار واجب، شيء أصبح ليس هو من المنطق عند المواطن. لماذا؟ لأن المواطن يجد بعض الأشياء ليست لها موازنة. بصراحة ما وجدت مشكلة إلا وكان الحل أن يدفع المواطن، هذا ما لوحظ في الفترة الأخيرة، الحلول تقع على المواطن. أليس هناك من خبراء الاقتصاد يفكرون بطرق أخرى غير أن نرمي بالعبء على المواطن؟ لماذا دائما الحلول تكون المواطن؟ لماذا دائما الحلول تكون فرض رسوم على المواطن، فرض جبايات على المواطن، زيادة أسعار للمواطن؟ أنضبت عقول الاقتصاديين في البلاد أن تجد حلولا غير عبء المواطن؟ شكرا جزيلا أخي العزيز. المواطن العبء عليه لأنه ما في إنتاج، هو الإنتاج بيقع عليه. يعني مين حينتج إذا كان مواطنين كلهم الآن تركوا الزراعة؟ الآن كل العمالة الآن اتجهت للذهب، كل العمالة الآن بقت تشتغل في الأعمال الهامشية. إذا إحنا ما عندنا إنتاج، إحنا لو ما خدينا النقاط على الحروف وكلنا اتجهنا نحو الإنتاج أصلا الاقتصاد حق السودان ما حيصل له. إحنا دولة زراعية عظمى معروفة محاربة من كل العالم. ليه؟ لأنه السودان يمكن معلومة الناس ما يعرفها، السودان يعتبر أنه أغنى من مايكروسوفت. نعم. ليه؟ لأنه عنده تربة، عنده مياه، عنده أرض، عنده عمالة موجودة. إحنا كلنا اتجهنا الآن لاتجاه الزراعة سنة واحدة. لو كل الميزانية حق الدولة قالت ميزانية الزراعة، أنا براهم من هذه من الغناء من هنا أنه السنة الجاية وضع السودان حيتغير نهائيا. 75% من أراضي السودان زراعية. نعم، سنأتي لهذه النقطة رغم أننا نبكي دائما على مشاريعنا التي كانت في يوم من الأيام ترفض خزينة الدولة بكثير وأضعناها بين يدينا. بصراحة سيد هاشم، ما الذي أقنعكم؟ أنا أود أن أدخل معي كل مشاهدين الكرام اللي بيشاهدونا في برنامج عزيز السودان، عاوز أدخلهم قبة البرلمان وأشوف الناس اللي قدمهم المواطن عشان يدافعوا عنه اقتنعوا كيف بهذه الزيادات. دخل معي كل المشاهدين قبة البرلمان ووريني الحجة الاقتصادية اللي خلتكم في النهاية توافقوا وتمرروا هذه الأسعار. طيب أنا واحد من الذين وقفوا ضد هذه الزيادة، محمد هاشم عمر نائب الدائرة، قفنا ضد هذه الزيادة. نعم. باعتبار أنها زيادة غير مبررة، ممكن تكون في بدائل كثيرة جدا جدا لهذه الزيادة. الإشكال الأساسي لنا هذه الزيادة ما سمعنا أن 9 فقط داخل قبة البرلمان هم من رفضوا. ما الحجة اللي كانت مقنعة للعدد الأكبر؟ ما هو الحجة ده حق السؤال يسألهم هم يعني. يعني أنا أسأل، ما أنت داخل قبة البرلمان تعلم بدهاليز القبة وهم يعني بلا شك بلا شك أستاذ هاشم حينما وقفت واعترضت كان هناك وجهات نظر تحاول أن تقنعك. بالعكس